النهارده معارض البحر وطرق الطهي المختلفة للمأكولات البحرية. شوية رز صيادية، الله أكبر، لسه بيعملوا، لسه بيتقلب، بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا كلنا عارفين ازاي بنعمل رز، فلفل ألوان، بصل شرايح، فلفل الوان بصل شرايح وفلفل اخضر رفيع كده، اسلوب مع الرز وطعمه تحفه. الله ينور عليك، الله ينور. في ناس بتحمره قبل العمايل، لكن انت بتفضل تحطه اخضر فريش، صح كده؟ تمام، عشان يبقى لازق كده في الرز مع ما يبقاش سايح يا جماعه، ما يبقاش ايه، اتهرى خلاص. الله الله. طبعا ميه البيون والزيت والرز، حمر البصلايه عادي، وحمر البصلايه عادي، وتدخل بعد كده الرز، وبعدين في الاخر تحط شويه الحاجات الشهيه اللي هي فلفل الوان وبصل وفلفل اخضر فريش، علشان ما تتهريش، ويبقى تحتفظ بايه، بقوامها وانت بتاكل الرز. حاجه جميله، بسم الله ما شاء الله. يستنى يا جماعه ما يحط له الشياطه، تمام، ويهدى عليه النار لغايه لما ايه يتم التسويه بتاعته. طبعا الرز خلاص يا جماعه، الله على الجمال. وهيبدا يعبيها في اطباق حسب طلب الزبون. فلفل زي الفل يا جماعه، الله ينور يا شيف محمد. رز بالجمبري، زيت والثوم اللي احنا متعودين عليه، وبعدين هنحط عليه الجمبري. طبعا ده خفيفه على الرز بتاعك اللي انت عامله قبل كده. لا حطه كده بالخلطه، يتحط على الرز، على وش الرز يعني، على وش الرز. يا جماعه تعالوا جربوا، شموا شويه روايح اللي تفتح شويه الخلطه دي يا جماعه، كمان لازم خلطه الفريش. وهيبدا يقلب، ولما يخش في السوا هيضيف على كل طبق من طبق الرز شويه ايه؟ جمبري، صح يا ابو احمد؟ تمام كده يا عم احمد، الله ينور عليك. طب لحظه كده، ما بتحطش ملح خالص؟ لا، الملح هيبقى خفيف، لان بحط مرقه فيها ملح، بحط صلصه فيها ملح، بحط اي حاجه في التوابل عامه بيبقى فيها ملح. يعني عموما الجمبري حساس جدا للملح. ده الجمبري اللي هيتحط على الرز الصياديه الجميل، الله ينور عليك. هذه كده كفايه، تمام كده كفايه، تمام. الجمبري بالخلطه كده تمام، وتم تعبئه عبوات الرز على اساس كل طبق هياخد كميه من الجمبري اللي احنا شايفينه. شيف محمد هيبدا، بسم الله، يبدا يوزع، تمام. يعني هي وجبة، تعتبر وجبة كاملة يا جماعة، رز صيادية، جمبري بالخلطة، Thank you.